down the form of the victim in which... مرحبا بكم مجددا. شفنا صورة الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم وكلمتين كده في حقها على عجالة. باختصار شديد أنا فاطمة أحمد إبراهيم علمتني أن أحب السودان وأقدم قيمة العطاء على قيمة الأخذ، وهي أمي وأستاذتي وربنا يديها العافية إن شاء الله. آمين ويطول عمرها يا رب إن شاء الله. رغم هذا الحديث الودود إلا أن هنالك شوكا كثيفا نبت ما بين الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم وطالبة الأستاذة أمال عباس، وهنالك وصلت إلى مراحل الاحتداد وعدم السلام على بعض أمام الناس، ما هي الأسباب؟ دي حقيقة دي يعني أنا أذكر واقعة معينة كانت في جامعة الخرطوم في قاعة الامتحانات، وكنت مدعوة لندوة يعني، وكنت أنا متحدثة فيها وفاطمة هي غضبانة مني لموقفي مع مايو طبعا، وأنا بفتكر يعني أنا موقفي مع مايو بفتكر موقف أصيل وموقف ما عاطفي، موقف مبني على ما التزمت به مايو، وأيضا ما ببري مايو، ما ببري نظام مايو أنا من الأخطاء، ومش كده وبصل أبعد من كده. أنا بفتكر نظام مايو في بعض الأشياء المعينة ارتكب خطايا يعني أنا بفتكر يعني ما حدث مع يعني إعدام محمود محمد طه ده كان من حدث عن الأشياء دي كلها، لكن هسي علاقتك بفاطمة أحمد إبراهيم رفضت تسلم علي في ذاك اليوم يعني، لكن كان رديش نوع انا وقفت في المنصة وحييتها، قلت لهم انا بحيي فاطمة لانه انا مدينة ليها بكل ما هو ايجابي وسلبي في حياتي، بكل ما هو ايجابي، وحتى قلت العبارة، قلت لهم فاطمة علمتني في المدرسة وعلمتني في الحياة، وهي اللي عملت لي كده. أمال الواقفة قدامكم دي هي صناعة فاطمة وجيلة في إفادتك لجريدة الحياة اللندنية عام 99 في 14 فبراير. اتحدثت إنه يعني بعد ما جو الناس في مايو هل يبقوا مع مايو ولا يبقوا اشتراكيين فقط، قلت هل على الجد أمامنا يظهر مصدر الإنسان وأنا مع الهم الكبير وهو الانتماء للوطن وانتمائي للحزب مرحلي، انتمائي للحزب مرحلي وانتمائي للوطن هو الدائم. طيب الحزب ده نحن معاه يعني زي الشعراء العصر الجاهلي مع قبائلهم، لو غزت بغزو لو قعدت بيقعدوا، يعني مثلا مايو في انقلاب هاشم العطا على وجه التحديد، الشفيع احمد الشيخ ما عمل اي حاجه ولا اشترك ولا وافق على هذا الانقلاب، ورغم ذلك اعدم مظلوم، وانت عارفه انه مظلوم، وده زعل منك فاطمة احمد ابراهيم مباشره كده على بياضه زي ما بيقولوا المصريين. لا هي دي ماهوت يا عبراء التفاصيل اللي ليه وقفتي؟ ليه وقفتي؟ ليه وقفتي؟ لا ما انا قلت لك بقدم الاكبر على الاصغر، يعني انا ما بقدر اغيم دي فتره ما الصراعات ما بتقبل المنطق في اللي بتقبل المنطق في الاحكام، يعني 19 يوليو انا بفتكرها كانت كارثه على افريقيا كلها وعلى العالم الثالث. انا بفتكر المغامره اللي ارتكبها الحزب الشيوعي كانت مغامره ثمنها كثير وثمنها ما زلنا ندفع فيها، وما كانت ما كان طيب المغامرة طيب المغامرة دي هل الشفيع هل في إثباتات إنه الشفيع كان ضمن هذه المغامرة؟ أنا ما محل حكمي وقد أكون موافقة، لكن أنا ما عندي دليل يعني أنا ما دي ما زي ما هو ما عنده دليل ما عنده دليل بيكون بريء لا ما مش مجرد لا ما أنا ما عندي دليل يعني في ظروف زي دي يا عفرة يعني ما ممكن يحصل منطق، ما الحرب دي بشي عليه الصدامات بشي عليه لأنه بغير فيها المنطق وبتغير فيها الحقيقة كثير، يعني في ناس بيعدمون وبعد 60-70 سنة بيكتشفوا إنهم أبرياء، لكن ممكن نقول لكن أشجع صحفية في العالم أنا بالمناسبة دي ذاتها دائرة الشرح، هي ما أشجع أنا ما أشجع صحفية في العالم، الجائزة هي اسمها الشجاعة في الصحافة، بعدين المنظمة هي ما أمريكية هي منظمة دولية لكن مغرها
امريكا في واشنطن مغرقه قاعدين في امريكا ف ف ف فما فانا ما اشجع صحفيه اوكي انا مع الحقيقه انت مع الحقيقه زول مع الحقيقه وانا بدي لما جاء المفاضله يعني لما جاء الانقسام يعني انا بفتكر مايو مع مغايز الفتره التاريخيه في الستينات ومع تصاعد حركات التحرر في العالم انا بفتكر مايو كانت تلبيه حقيقيه لجانب الخير في ذاك الواقع يعني ما ممكن انا في 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 الستينات ثورات في مصر وكانت كده ثورات في سوريا ثورات في العراق يعني العالم في ثورات في افريقيا فالعالم العالم كله كان استدامات نحن نجي من دائما من العام للخاص مباشره انت عارفه انه الشفيع احمد الشيخ مظلوم كويس وانت بتقولي قبل ما في دليل لما يكون ما في دليل لصالح المتهم مش لصالح الجاهل لا ما انا ليه ما قلت كلمه حق لا قلتها ما... لا قلتها انا كنت انا اصلا قلت لك ما طيب ليه يا استاذ فاطمه احمد ابراهيم لا 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 انا قلتها لكن ما دحيت من مالي انا قلت الكلام ده وقاعد اكثر طول انا قاعد اكتب في الاشياء دي قلت الكلام يعني انا مع مايو ظالمه ومظلومه لا لا ما فتره هي قضيه ما قضيه حرابه يعني ما مصارعه يعني ما مغالة أدبية ولا قصة ولا رواية ما دي حراك كبير جدا جدا حراك كبير وانت بتغيزه بمغاييس دقيقة جدا مغاييس ذهب يعني هفرضنا انا ردت فعلك يا استاذ عمار ردت فعلك تجاه يعني اعدام الشفيع احمد الشيخ مظلوما لا انا كنت حزينة وغاضبة وغاضبة على الحدث كله انا بالمناسبة لحد هسه كل حاجة ايجابية في حياتي انا بدين ليها للحزب الشيوعي وانا الحزب الشيوعي ما اختلفت معه ولليوم انا ما اختلفت معه في توجهه استاذ امال يعني الشخص الداعي للحريات ده بكون داعي للحريات يعني ككل يعني نظام مايو استبعد جمال محمد احمد من الدبلوماسيه استبعد يعني عبد المجيد امام من القضاء يعني برضه نظام الفيلم الخدمه المدنيه مسيطر فيه افكار معينه استاذ امال عباس انا ما قادر افهم حاجه معينه افراء ما بتحاكمي تجربه بجانبها السلبي ما بتخطيها كلها قدامك ما اي تجربه عندها جانب ايجابي وجانب سلبي لكن اقول لكن انا يعني بقول لك انا حتى من قبل باكد على انه في سلبيات ومش قلت في سلبيات انا مشيت ابعد من كده قلت في خطايا لكن ده انت في النهايه بتجيب الميزان بتشوف الغالبياته يعني حتى ما في زول يقدر يقول انه ال 16 سنه بتاعت مايو دي ايجابياتها ما غالبه على سلبياتها وظهرت هسه يعني هسه انا دايرك تفسر لي انه هسه الناس يتباكون على تجربه ماي ليه؟ بدأوا يتباكون على تجربه ماي بعد ما مشت. عارفه يا استاذ امال يعني في مثل عربي شهير عن الرضا عن كل عيب كليله. لا انا ما كده انا لا يا عفراء انا دي بحتج فيها وبرفضها لانه انا ما زاد نظراتي ما زاد بعدي واحد. انا اكثر ذولا في حتى في اضيق الاشياء. انا ما من النوع المطرف في نظرته انا دائما بوزن الاشياء بموازين حقيقيه ما انا بعرف انه اول حاجه لما القى الحاجه الجانب الايجابي انا بقيف معه بمنطق الجانب السلبي برفضه يعني انت هسه اذا رجحتي انا بالمناسبه يعني عندي باب انا فتره ما يكون انا ما وقفت من الـ من الـ من الكتابه انا جوا وبقول رايي وسوالي مشاكل انا ما داير اتكلم عن المتاعب البلاقية انا داخل حتى زمان لا انا بفتكر ده جزء من حاجه انا اخترتها وما في تجربه بلا متاعب ما في تجربه بلا متاعب والمتاعب انت بتغيث ايضا يعني استاذ امال وصلنا يعني معلش انا اسفه لختام هذه الحلقه ولانه ما عملنا معك اي محاور حنديك ان شاء الله حلقه قادمه باذن الله استاذ امال عباس تحدثنا عن العديد من المحطات اخذتنا في سياحه وفزلكه تاريخيه عن تاثيرات المهديه والحروب العالميه على شخصيته ايضا وتحدثت عن يعني رفضها لقوانين سبتمبر او لتطبيق الشريعه الاسلاميه في عهد جعفر نميري بأنه في الأصل يعني راية الأبستراكت النهائي أنه في الأصل لابد أن نرفع الفقر ونخلق التعليم والاستنارة ومن بعد ذلك تأتي الأشياء طبعا دي وجهات نظرة الخاصة شكرا جزيلا لتفضلكم بالمتابعة الخميس الجاي مواصلين مع الأستاذة مال عباس شكرا كتر خير في أمان الله